مسؤولو إغاثة يتحدثون عن 10,000 قتيل ومفقود في ليبيا جراء السيول، بينهم 40 جندياً. رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى القرى النائية في المغرب، وحصيلة القتلى تقترب من 3,000. زعيم كوريا الشمالية يلتقي بوتين ويتعهد بالوقوف إلى جانب روسيا فيما وصفه بحربها المقدسة. آثار العاصفة المدمرة في شرق ليبيا تتكشف يوما بعد يوم وسط أرقام كبيرة في أعداد القتلى والمفقودين. وزارة الداخلية الليبية أكدت أن عدد الوفيات في درنة جراء العاصفة تجاوز 5,300 حالة وفاة، وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن 40 جنديا في عداد المفقودين جراء السيول. أفادت صحيفة المرصد الليبية بأن السلطات تبحث عن 40 جندياً في عداد المفقودين، وذلك جراء كارثة السيول والفيضانات التي تعرض لها شرق البلاد. وأوضح المصدر العسكري الليبي أن الجنود كانوا مكلفين بتنفيذ حظر التجول والمرور على طريق سد درنة قبل أن ينهار بهم. وكان أكد رئيس خدمة الطوارئ الطبية الليبية محمد قبلان على صعوبة الأوضاع التي تشهدها مدينة درنة بعد الفيضانات. مدينة درنة الأوضاع حاليا صعبة جدا. قمنا بإنشاء مستشفى ميداني في جامعة القانون بجامعة درنة، كلية القانون بجامعة درنة. المستشفى حاليا قائم ويشتغل في مع الفرق المتخصصة في اللي هو انتشار الشتك وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. سيارات زرعت في هذه الأماكن. وجع كبير جدا على هذه المدينة، ركام لكن أن تضع مدينة بالكامل وتضع شوارع عفوا بالكامل تضعها في البحر. بدوره أكد طارق رمضان المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكد أن حصيلة القتلى ضخمة في شمال شرق ليبيا، وعدد المفقودين وصل إلى 10,000 شخص حتى الآن. كما أكد نائب مدير الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي، أكد أن البرنامج على استعداد لتقديم الغذاء لـ5,000 أسرة متضررة من فيضانات دانيال التي ضربت شمال شرق ليبيا. في الوقت الحالي ليس لدينا بالضرورة فهم جيد للموضوع بشكل دقيق، ولكننا على استعداد لتقديم الغذاء إلى 5,000 أسرة متضررة من هذه الفيضانات في شمال شرقي البلاد. لدينا فرق على الأرض الآن، لدينا موظفون تم نشرهم في بنغازي، والتي يبدو أنها أقرب ما يمكن أن نصل إليه في الوقت الحالي من منطقة الكارثة. إنهم يعملون بشكل وثيق جدا مع الحكومة لفهم وتقييم تلك المجتمعات المحتاجة. من درنا مراسل العربية محمد مسعود، أهلا بك معنا محمد. إذن ما التفاصيل المحدثة لديك حول أو الأوضاع هناك إثر الفيضانات التي شهدتها شرق البلاد؟ نعم فاطمة، الصورة لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة حتى هذه اللحظة. الآن ما اختلف في صباح هذا اليوم هو هناك عملية تنظيمية أكثر، أصبحت في شوارع ودقة المدينة جراء دخول فرق
الإغاثة المحلية منها أو حتى الدولية. نتحدث عن إغلاق كامل طريقة الكورنيش المؤدي إلى الأحياء الخمسة التي بصحت بالكامل أو سويت بالأرض وغمرتها المياه حتى وصلت إلى شاطئ البحر، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى هذه الأحياء، وذلك جراء تحرك المواطنون داخل هذه الأحياء بالقرب من مكان يعني أماكن الجثث أو حتى بالقرب، مما سبب في ربكة في عمل الجهات الأمنية هنا في المدينة، وأصبح العمل الآن يقتصر فقط على الجهات الأمنية والعسكرية من جهة وفرق الإغاثة المحلية والعربية أو حتى جمعيات الهلال والصليب الأحمر من أجل ما يمكن إنقاذه من جهة أو حتى انتشال باقي الجثامين. ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر، نتحدث عن أن الرقم أصبح الآن يتجاوز 6,000 ضحية جراء هذا الفيضان الكارثي أو هذه العاصفة التي ألمت بالمدينة وتسببت بكل هذا العدد من الخسائر، أكثر من 11,000 في عداد المفقودين حتى هذه اللحظة الآن جراء ما حصل. ولا تزال السلطات أو حتى لجنة الطوارئ هنا في المدينة تدعى الحكومة بالتعاون مع قيادة الجيش وتنسيق الجهود من أجل البحث عن ناجون جراء هذا الفيضان، رغم تقلص فرص النجاة بمرور الوقت، ولكن عملية التنظيم أصبحت اليوم واضحة أكثر فأكثر من أجل مسابقة الزمن في العثور على ناجين أو حتى تحديد المفقودين ما بين ناجون أو حتى انتقلوا إلى رحمة الله وأصبحوا في تعداد الضحايا. إذن هذه عن عمليات البحث والإنقاذ، ماذا عن المساعدات الإنسانية محمد؟ لا تزال عديد الدول صراحة صادمة ترسل في عدد من القوافل، وهناك دول أيضا أرسلت جسور جوية مستمرة حتى هذه اللحظة الآن عبر مطارات المدينة أو عبر مطارات المنطقة الشرقية بالتحديد مطار المدينة، وحتى نتحدث عن مطار الأبرج الدولي والتي يستقبل أو يستقبل هذين المطارين حتى هذه اللحظة الآن كل جسور الجوية المقدمة من المملكة العربية السعودية من جهة أو حتى من الدولة التركية أو من جمهورية تركيا، وأيضا إيطاليا عرضت تقديم المساعدات وبدأ هناك تفجير جسر جوي. الإمارات العربية المتحدة أرسلت أيضا قافلة إغاثة وفريق طبي متكامل مع مستشفى ميداني، وأيضا دولة قطر قامت بإرسال مستشفيين ميدانيين، ونتحدث أيضا عن جمهورية مصر التي تقوم على مدار الساعات الماضية بتفجير قافلة عبر البر باعتبار أن برنا تعتبر الأقرب للحدود المصرية الليبية، أو حتى عبر شاحن 3 طائرات وصلت إلى مطار بنينة الدولي، لكن كل الجهود مستمرة في هذا التوقيت. أيضا دولة الكويت بحسب ما أفادنا به رئيس الحكومة قامت بتفجير جسر من المساعدات وقوافل طبية، بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك المزيد من الدول بدأت على التوالي تحاول المساعدة عبر فرق الإنقاذ أو هيئات الإغاثة التابعة لها، وتصل على التوالي هنا لمساعدة فرق الإغاثة المحلية أو حتى العربية منها. شكرا جزيلا لك من درنا مراسل العربية محمد مسعود على كل هذه المعلومات. ومن ليبيا إلى المغرب، حيث يكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى القرى النائية بعد كارثة الزلزال المدمر، هذا فيما ارتفعت حصيلة الضحايا وفق آخر حصيلة رسمية إلى نحو 2900 قتيل وأكثر من 5500 جريح. نقف الآن في إحدى القرى النائية في مدينة أمزميز، تبعد عن قلب المدينة نحو 30 كيلومتر. استغرقنا أكثر من ساعتين ونصف الساعة حتى وصلنا إلى هذه القرية، نظرا لصعوبة الطريق ووعورة الطريق وأيضا عشرات السيارات التي تمشي في تلك الطرق الضيقة جدا في الاتجاهين. هذا المنزل الذي نقف فيه الآن، توجد هناك سيدة ما زالت تحت الأنقاض منذ يوم الزلزال ولغاية الآن تحاول
فرق الإنقاذ انتشال جثة هذه السيدة. هناك عشرات البيوت كما تشاهدون في الخلف مدمرة ومنهارة. طبعا جميع الأسر التي كانت في هذه المنازل نزحت إلى منطقة قريبة مقابل الدمار. هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة، هم بحاجة إلى خيام، وهم بحاجة إلى أيضا أدوية وما إلى ذلك. نحتاج الإغاثة لأن أختي من الجمعة وهي هناك. أختك اللي موجودة؟ نعم أختي، وعندها أطفال صغيرين، واحدة 11 سنة واحدة 6 سنوات. ستة. أنت بتعتني فيهم الصغار؟ لا، عمهم بيعتني بهم وعمتهم هاي صغيرة. وسنستطلع الآن رأي أحد سكان هذه القرية. تحدثنا، ما هي المساعدات التي تحتاجونها الآن؟ والحمد لله نحتاج الخيام والمتاريا إن شاء الله بإذن الله، والسكن جاي البرد، جاي البرد في المستقبل، ونحتاج إن شاء الله بإذن الله المساعدة. طيب هذا المنزل، منزل كما قلت لي، من موجود تحت الأنقاض الآن؟ منزل تحت الأرض مرت أخي والوليدة ماتت الله يرحمها، وجوج خواتات والوليدة خارج إن شاء الله، وأخي ماتت الله يرحمه. الله يرحمهم. كما استمعنا، هذا جزء من معاناة المغاربة في هذا الزلزال الكبير، وهذه القرية هي واحدة من عدة قرى تعرضت لهذا الزلزال، لكن الوصول إلى هذه القرى صعب نتيجة الطرق الضيقة والوعرة والطرق الجبلية، وبالتالي هذا تحدي آخر يفرض نفسه أمام المنقذين وأمام السلطات المغربية التي ما زالت تواصل جهودها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتقديم المساعدات اللازمة للمواطنين. معنا من إقليم الحوز مراسل العربية عادل زبيري. أهلا بك معنا عادل. إذن يعني يبدو من التقرير الذي استمعنا إليه بأن الناس يحتاجون إلى مأوى، يطلبون الخيام، يطلبون أدوية وإغاثة. ما نوع المساعدات التي وصلت إلى المتضررين حتى الآن؟ مرحبا. المساعدات التي وصلت أساسا هي المواد التموينية والغذائية، وهنالك خصاص لا يزال قائما في الخيام. نحن هنا نتواجد في هذه القرية في إقليم الحوس، ونتابع معكم بالمباشر مواطنون مغاربة تحصلوا على هذه الخيمة ويقومون بعملية نصبها. إحدى الجمعيات غير الحكومية قامت على السريع بخياطة هذه الخيام لتكون مساعدة لهم وتكون مقرا لهم في الليالي الباردة، وخضعوا لتدريب صغير في كيفية بناء هذه الخيام. طبعا الأسواق المغربية تعرف نفاذا لكل أصناف وأنواع الخيام. الجمعيات غير الحكومية تنزل الآن في هبة اجتماعية جماعية مغربية لتوفير أكبر عدد ممكن من الخيام قبل فصل الشتاء. ثانيا، السلطات المغربية أخرجت مخزونها من الخيام على مستوى كل المؤسسات التضامنية والإغاثية المغربية، ومن المرتقب بحسب جمعيات غير حكومية تواصلت مع العربية أن يجري الاستجابة لكل طلبات الخيام. في مدينة القصر الكبير في شمال المغرب يقوم متطوعون بعملية، يعني حولوا ورشة ومعمل كبير إلى 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 معمل لصناعة البطانيات والخيام، يعني أوقفوا جميع الأنشطة ليوجهوا عملهم التضامني والتطوعي لتوفير كل الخيام المحتاجة في الأقاليم المنكوبة. إذن هذه الهبة الاجتماعية ستساعد، ولكن الخصاص الآن لا يزال قائما. المغاربة المنكوبون بعضهم قضى ليلته في خيمة حصل عليها، فيما البعض الآخر لا يزال ينتظر. نحن هنا في تجمع للسكان في إحدى القرى الجبلية ينتظرون الحصول على مزيد من الخيام. هذه أول خيمة، بينما طيب. يرتقب أن نفس الجمعية تزودهم في القريب العاجل بخيام أخرى. نعم. طيب عادل، يعني هذه عن المساعدات الإنسانية والوضع الإنساني، ولكن ماذا عن عمليات انتشال الجثث، عمليات البحث عن مفقودين؟ هل هي مستمرة؟ هل هي على وشك الانتهاء؟
عمليات الإغاثة الميدانية للمنكوبين في الشق الاجتماعي مستمرة، وعمليات البحث عن جثامين الضحايا تحت الأنقاض مستمرة، وأيضا الآمال لا تزال قائمة عند المنقذين من المغاربة ومن الفرق الدولية بإمكانية الوصول إلى ضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، سواء من الجرحى بجروح متفاوتة الخطورة أو من الذين سيكونون معجزة في هذه الظروف أن يظلوا على قيد الحياة بعد مرور هذه الأيام. الفرق الميدانية تشتغل ليل ونهار في آخر المواقع للتنقيب عن آخر الضحايا الذين لا يزالون عالقين. المجهود الآن منصب على إعطاء كل الفرص لهؤلاء العالقين. لأول مرة في تاريخ هذه النكبة يتجاوز عدد الناجين بالضعف عدد الضحايا، بمعنى أن الجهود الميدانية وتكثيف العمل الميداني باستخدام التكنولوجيات الحديثة وأيضا باستخدام الكلاب المدربة وأيضا بمشاركة السكان المحليين العارفين للبيوت المكسرة تسبب في قلب المعادلة ورفع عدد الناجين بالمقارنة مع الوفيات في هذه الفاجعة. نعم. شكرا جزيلا لك من إقليم الحوز مراسل العربية عادل الزبيري. النشرة مستمرة ونتابع. البيت الأبيض يستنكر حديث الجمهوريين عن تحقيقات بحق بايدن بهدف عزله. وبوتين يصف رجل الأعمال إيلون ماسك بأنه شخص متميز. أحييكم من جديد. التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية والواقعة شرق روسيا. وقال كيم أون لبوتين أن بيونغ يانغ ستقف مع روسيا بكل إمكانياتها في حربها المقدسة. من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستساعد بيونغ يانغ في بناء أقمار صناعية. بوتين أضاف أنه سيناقش مع الزعيم كيم جونغ أون كافة المواضيع بما في ذلك التعاون العسكري خلال لقائهما. قدم كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو قدم احتجاجا ضد كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخين باليستيين قبالة ساحل اليابان الشرقي، وأوضح أن الصاروخين سقطا في البحر خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مؤكدا أن طوكيو سترد بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي. بحسب هذا العاجل أمامنا مشاهدينا، يبدو أن هناك أكثر من 20,000 شخص على ما يبدو نزحوا من المناطق المتضررة جراء السيول. وعودة إلى سياق النشرة، حيث استنكر البيت الأبيض التحقيقات التي تم الإعلان عنها بهدف عزل الرئيس جو بايدن على خلفية التعاملات المثيرة للجدل لابنه هانتر، قائلا إن دوافع التحقيقات سياسية قبل عام من الانتخابات الرئاسية. رجل البيت الأبيض يواجه أحلك الظروف، فالطريق إلى العزل بات قريبا. ربما مجلس النواب الأمريكي يقر بمساءلته رسميا. أوجه لجنة مجلس النواب بفتح تحقيق رسمي في قضية عزل الرئيس جو بايدن. الخطوات التالية ستكون إعطاء لجنة مجلس النواب كل السلطات لجمع الحقائق كافة والأجوبة للرأي العام الأمريكي. بايدن يقع في فخ الجمهوريين متهما بالفساد وسوء استخدام السلطة، إضافة إلى المحسوبية أيضا، فابنه مشتبه به بسلوكيات متعلقة بالتهرب الضريبي وحمل السلاح وفق جمهوريين. من خلال تحقيقاتنا وجدنا أن الرئيس بايدن كذب على الشعب الأمريكي بشأن معرفته بالمعاملات التجارية الخارجية لعائلته. بايدن تحت المجهر، ملفات قد تطال رأس الدولة بتحقيق يسعى لعزله.
أما البيت الأبيض يجد في القرار الأخير دوافع سياسية لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، قرار سبقه تحقيق جمهوري لتسعة أشهر، والنتيجة لا دليل ولا مخالفة وفق الناطق الرسمي للبيت الأبيض. حديث التهم ليس جديداً على الجمهوريين، اتهم باستغلال منصبه في مساعدة نجله في ربح صفقات حين كان نائباً للرئيس أوباما، تاريخ يطول الحديث فيه كلما اقترب موعد الانتخابات. يخرج بايدن من هجمة إعلامية إلى أخرى وصلت إحداها حد التشكيك بقدراته العقلية. أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برجل الأعمال إيلون ماسك، ووصفه بأنه شخص مميز ورجل أعمال أصبحت شركته سبيس إكس لاعباً رئيسياً في قطاع النقل الفضائي. تأتي إشادة بوتين العنلية بماسك بعد أيام من إعلان رجل الأعمال أنه رفض طلباً أوكرانياً العام الماضي لتفعيل خدمات شبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، وذلك للمساعدة في هجوم على الأسطول الروسي هناك. إلى العناوين: الهلال الأحمر الليبي يتحدث عن نزوح أكثر من 20,000 شخص من درنا جراء الفيضانات. رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى القرى النائية في المغرب وحصيلة القتلى تقترب من 3,000. زعيم كوريا الشمالية يلتقي بوتين ويتعهد بالوقوف إلى جانب روسيا فيما وصفه بحربها المقدسة. أعود ألقاكم على رأس الساعة، إلى ذلك الحين في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.